بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول راهيم أيوب قائد كتائب الحمزة في مدينة الرسن، أعلن عن تشكيل كتيبة العباس بن عبد المطلب التابعة لكتائب الحمزة. أنا الملازم أول حسن يوسف، أعلن انضمامي إلى الجيش السوري الحر كتائب الحمزة، وهذه هويتي. عاش السورية حرة أبية والنصر قيم بإذن الله. تكبير، الله أكبر، الله أكبر.